الحقيقه النهارده فعاليه اليوم استكمالا للي عمله المجلس في موضوع القضيه الفلسطينيه، توزيع عدد من الكراتين يمكن 2000 كرتونه وملابس للناس الموجودين في مصر من الفلسطينيين اللي هم ليهم علاقه بالجامعات، اللي جم للعلاج، العالقين، كل اللي موجودين اللي تم احصاء عددهم في مصر في الفتره اللي فاتت دي. دي جزء من الحاجات اللي بنكون محتاجينها من التحالف عن طريق الناس اللي بتدخل عن طريق المعبر، الموجودين العالقين او سواء المقيمين كانوا موجودين في بداية الأزمة أو حتى الدارسين هنا والعلاقين اللي مش عارفين يرجعوا لغزة. مجلس الشباب المصري منذ بداية القضية منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن لم يغيب عن المشهد فيما يتعلق سواء فيما إرسال القوافل إلى في قطاع فلسطين، أيضا شغالين على جزء تاني متعلق ببرنامج خاص بمساعدة الأسر الفلسطينية الموجودة داخل الدولة المصرية. احنا بقى لنا 48 ساعة بنعد الموضوع من خلال تحضير المكان وتحضير الكراتين، تحضير المساعدات اللي هيحتاجوها سواء من مساعدات غذائية أو ملابس أو بطاطين.